بعد أحداث سبتمبر وبعد أحداث داعش في 2014 نرى أن مؤتمرات كثيرة شهدها العالم العربي يناقش مواطن الفكر لهؤلاء العصابات التي اختطفت الإسلام وجيشت كثير من أبنائنا وشبابنا. اليوم يأتي هذا المؤتمر فريد من نوعه خارج العالم العربي داخل العالم الإسلامي في عمقه التاريخي أذربيجان، كما صرح فخامة الرئيس إلهام علييف اليوم صباحا. هذا العمق التاريخي لدولة أذربيجان مكنها ويمكنها أن تكون لها الريادة في وضع قافلة السلم والسلام لتأصيل ثقافة التسامح في الأجيال القادمة. العالم يعيش حالة اضطرابات، هذه الاضطرابات أصلت لتنامي ظاهرة تيارات العنف والتطرف والإرهاب، في المقابل خلقت وصنعت شيء يسمى الكراهية للآخر أو ما نعانيه نحن في الغرب الإسلاموفوبيا. فأمام الإرهاب والتطرف وأمام الإسلاموفوبيا يلزم أن يكون هناك دعاة السلام ودعاة الخير، إلى أن نجمع الناس كلهم في اتجاه الطمأنينة والأمن الفكري والأمن الروحي، لأن مصيرك أنت ومصيري أنا ومصيرنا نحن أن نعيش في مكان وفي بلد لا بد أن يسوده الأمن والأمان حتى نعيش في سعادة.